سيدة أربعينية من شمال سيناء، منتجاتها المميزة وشغفها بعملها خلاها تيجي وتعرض منتجاتها هنا في معرض كرافتي 2018. الفكرة كانت بدأ أن أنا عندي حاجز وقيمة بدأت تنقرض، فأنا عايزة أحافظ عليها اللي هو توبي سيناوي. الفكرة بدأت أن السيدة السيناوية اللي عايشة في الصحراء ما عندهاش أي مساحة، ممكن أولاً من العادات والتقاليد، ثانياً الظروف الاجتماعية، ثالثاً محافظة حدودية، ما كانش عندها أي مساحة أن هي يكون لها دخل مستقل. فأنا كنت أول ما فكرت أشتغل على المحورين على أساس أن أنا أحافظ على قيمة وأوفر فرص عمل. 300 عارض وأكثر اجتمعوا هنا. محمد وعمر منتجاتهم صنعت بأيدي الأطفال، منتجات بيتم تسويقها بالجهد الذاتي للأفراد. أنا جاي النهاردة بنعرض شغل هو مش بتاعي ولا بتاع حد بروفيشنال، لا ده بتاع بيد الأطفال أو البنات اللي هم موجودين بالمؤسسة. هي المؤسسة عبارة عن هي ضمة بنات بلا مأوى وعددهم كبير جدا، فهو الشغل ده بتاعهم بيبتدي إن هم بيتعلموه عن طريق طبعا ورش. فاحنا جايين النهارده نعرضه عشان ده منتج طالع من ايد البنات من بدايته لنهايته، فدي حاجه جميله جدا. الحاجات دي بيعملوها تحت ايدين متدربين متخصصين، عشان كده حضرتك هتلاحظ ان الحاجات كلها بيتم صناعتها بطريقه محترفه، يعني فيها جوده عاليه جدا، والخامات كمان خامات جوده عاليه. فالحمد لله ان معظم الناس اللي بتشوفهم بتعجب بالحاجات بتاعتنا وبيشكروا فيها. كرافتي 2018 معرض المنتجات والمجهولات اليدويه الاكبر في مصر، افتتحته الدكتوره غاده والي، ويستمر من 11 اكتوبر وحتى 18 نوفمبر. حضورهم من المحافظات وإقامتهم في القاهرة وتعرفهم على الأذواق وعلى مصادر المواد الخام واتصالهم ببعض، ممكن واحد بتاع خيامية يشتغل مع واحد بيعمل تيشيرتات، واحدة بتشتغل كروشيه تشتغل مع حد بيعمل مشروع أثاث، تعمل يدخلوا المنتجات دي في بعض بتطلع حاجات مبدعة. كرافيتي هو أكبر تجمع ومعرض للمجهولات اليدوية والحرف البسيطة في مصر، وبيعد شباك أمل بتمنحه الدولة لأصحاب الطاقات لاستثمار طاقتهم.